متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية للمملكة. نبدأها بالأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة بالعاصمة الرياض وعموم المناطق. يبقى الطقس باردا نسبيا إلى بارد، ولكنه يتحول إلى رطب بشكل لافت خاصة في أجزاء واسعة من البلاد، ويكون الطقس لطيفا في سواحل البحر الأحمر. ترتفع نسب الرطوبة هذه الليلة إلى ما بين 95 إلى 100% في أجزاء واسعة من مناطق شمال ووسط المملكة، ويتوقع تشكل الضباب في الحدود الشمالية، شرق حائل، أجزاء واسعة من القصيم، وحتى وصولا إلى شمال منطقة الرياض. وبالتالي ينبه هذه الليلة من مخاطر تدني مدى الرؤية الأفقية على الطرق الخارجية الناتج عن الضباب، وذلك في ساعات الليل المتأخرة والفجر والصباح الباكر. غدا ومع استعراضنا لدرجات الحرارة العظمى والصغرى وحالة الطقس، يكون الطقس إجمالا باردا نسبيا إلى مائل البرودة في شمال البلاد، ومعتدلا إلى مائل الحرارة في سواحل البحر الأحمر بما في ذلك مدينة جدة وغرب الحجاز ومناطق تهامة. ويبقى الطقس في ساعات الصباح ضبابيا، ولكنه ينقشع تدريجيا مع ساعات الصباح المتأخرة. الأجواء مستقرة عموما في أغلب مناطق، هناك دون توقعات الأمطار سوى فرص لبعض الأمطار على مرتفعات جازان وعسير خلال ساعات العصر، بينما تكون هناك فرص الأمطار في سواحل جازان في ساعات الصباح الباكر، وتشمل بذلك أيضا جزيرة فرسان. تظهر كميات من السحب المنخفضة بشكل لافت في مناطق الساحلية من الخليج العربي، وربما تترافق مع فرص لبعض الزخات من الأمطار. الرياح عموما تكون شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على أجزاء واسعة من شرق ووسط المملكة، بينما تكون متغيرة الاتجاه في المناطق الشمالية من المملكة. دعونا نتعرف على أحوال الطقس المتوقعة في المملكة لأيام الأحد والاثنين. نبدأها بليلة السبت على الأحد، الطقس يعود مرة أخرى ليصبح بارد بوجه عام، رطب في شمال وشمال شرق المملكة مع تجدد تشكل الضباب في منطقة حفر الباطن على وجه التحديد ومناطق أخرى، لكن هناك الفرصة أعلى شيء في مناطق شمال شرق المملكة مع تدني جديد لمدى الرؤية الأفقية. يوم الأحد تبقى الأجواء متماثلة ليوم السبت، لا تغييرات جوهرية على الحالة الجوية. ويوم الاثنين خلال ساعة النهار كذلك الأمر، ولكن اعتبارا من مساء يوم الاثنين يتوقع أن تتهيأ الفرص تدريجيا لأن تهطل زخات رعدية من الأمطار بدءا من السواحل الشمالية للبحر الأحمر، سواحل تبوك، انتقالا إلى سواحل المدينة المنورة، ولاحقا خلال ساعات ليلة الاثنين على الثلاثاء ربما تصل هذه الأمطار إلى سواحل مدينة جدة، كما وتنتشر الأمطار إلى داخل المملكة العربية السعودية، وذلك مع بدء تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي. إذا هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. للمزيد دائما يمكنكم تحميل تطبيق طقس العرب ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.